معانا دلوقتي الفنانة القديرة عزة لبيب. أنا ماسكة ملتقى مسرح الأطفال وعرايس على هامش المسرح القومي المصري. تمام، احنا حابين كمان نفهم من حضرتك أهمية المسرح الطفل. طبعا مهم جدا، انت اولا بتعمل نشأ من اول الطفوله، فانت بتربيه على يعني على قيم ومبادئ وفن وحاجات جميله جدا. يعني مسرح الطفل ده مهم جدا جدا لتنشئه الاجيال الصغيره عشان اللي كبار يبقوا رجاله المستقبل. طيب احنا شايفين من المميزات فعلا الدوره دي للمسرح المصري ان في مهتمين بالعروض المسرح الطفل، ممكن تكلمينا عنها؟ أيوة، احنا عندنا 14 يوم، كل يومين عرض، مرة عرض بشري ويومين عرض عرايس ومسكات، وجايبين من أسوان وجايبين من طنطا وجايبين من بورسعيد وأسيوط وطبعا القاهرة، المسرح القومي للطفل والعرايس. طب في رأي حضرتك انت شايفة في فعلا كتاب مسرحيين لمسرح الطفل؟ طبعا في، طبعا كتير كتير. طيب احنا زمان مثلا لو اتكلمنا عن زمان كنا بنطلع نسمع عن قصور الثقافة، وفي نجوم كتيرة تربوا على في مسرح قصور الثقافة، دلوقتي احنا كشباب ما بنشوفش ده، مع ان في شباب كتير عندهم طاقات فنية خاصة بالفن والمسرح، ايه سبب تراجع قصور الثقافة بالاهتمام بالموضوع ده؟ يعني للأسف في حاجة كان حصل، بس كان بعد الثورة وكده كان في قصور كتيرة كانت اتقفلت وكده، لكن ان شاء الله لما ترجع تاني وتترمم والحاجات دي هترجع تاني النشاط بتاعها. طيب اخر حاجه مع حضرتك، ايه رسالتك للشباب او الفرق المستقله اللي لسه بيبتدي ان هو يحاول يعمل مسرح او فريق متخصص بالفن؟ ايه اقتراحات حضرتك عليه او الرساله اللي تحب توجهيها؟ ما تيأسوش واعملوا اللي انتوا عايزينه، وفي قنوات كتيره تقدروا تقدموا فيها مشاريعكم وفرقكم، وما تيأسوش خالص، وما حدش يقول لكم يعني يكسر همتكم، اتقدموا الى الامام. تمام، ميرسي لحضرتك على اللقاء الجميل ده. ميرسي، شكرا. ميرسي خالص، باي باي.